الجويه او الجويه او هاشم بن بجاس بن عثمان من اليمن. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الاكارم، وعلى راسهم الاخ ابو عبد المحسن، اخوكم هاشم بجاس عثمان من اليمن يتابعكم منذ اكثر من 3 سنوات، ولكم جمهور كبير واستفدنا نحن والكثير منكم، نسال الله ان يجعلها في ميزان حسناتكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. لبى عينك، حتى لبى عينك ضابطها هاشم، هاشم بجاش. وحنا نقول، يقول ابغيت سعاده وانتعاش، تسمع كلام حبيبك هاشم بجاش، مهما جار عليك الزمن تراه من اهل اليمن. اسال الله ان يسعدك وان يرفع قدرك وان يبيض وجهك يا هاشم. ام عبد الله تقول الله يجزاهم خير على المبادره، تقصد السيف. و تعليقا على يبدو قصه الشيحان، يقول من طيب راسه، ثناء على سالم المري الله يسعده على ابياته الجميله اللي قالها من صالح الشبرمي. و ام امار تقول ابو عمر عن ابن برغش الله يغفر له ويرحمه. يا سلام يا سلام، يقول ابو عبد الله، يقول عبد الله الشيحان، يقول ابو عبد الله سالم المري حين وقف وارتجل قصيدته في ابو نايف في منواف هيثم السيف، شعرت حينها انه يمثل مشاهدي البرنامج جميعا، لنا من له منا الشكر على هذه الابيات الجزله. بس ابياته كلها قصور، ما يعني سبحان الله، ما ذكر فيها الحسيني، ها ما ذكر ولا كلمه في الحسيني. الحسيني شيف، عشان تكمل القصيده بس شيف، انت كذا تفصيل. الحسيني طال عمرك لو تنتقل به الدنيا كلها لن ينتقل من قلوبنا. الله نعم. حتى لو مات الله لا يحرمنا الدعاء له لو مات، الله يطول بعد عمر طويل ابو محمد، اسال الله يمتع بالصحه والعافيه. الشبرمي يقول انقلوا عن المهيدي، بيقول السيف جاليري يعينك على ترتيب مواعينك. امال الاستاذ مبارك هيثم السيف وفقه الله ومثله المسلمين البذلين، صور مشرقه للمجتمع ومثال لحديث نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. أسأل الله أن يسعي والله يستاهلون. يعني ما شاء الله تغريدات والله كثيرة جدا. ومنواف تقول مقترح الاسم جميل، يعني الله يسعدكم قلوا أمين يبارك الله فيكم والله أنهم يوسعون صدورنا. فيه شو اسمه، أبشر يا عبد الله الشعب، بوصل هاله إن شاء الله، أبشر أبشر بساعدك. أبو منصور يقول أستاذ عبد الله الله يحفظك، كان عندنا مدرس نفس الاسم والشكل سبحان الله، من تقصد؟ هي هي هذا، وش دخلني أنا أقرأ هذه؟ والله ما لها سلطة، ما لها علاقة بالحلقة. هو سألني قبل يقول أنت تدرس في المدرسة الفلانية، قلت له لا، يعني توه جواب أحسب منها في الدوش. تعرفون الواحد لا منه ده يخبص، نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. أي والله.